ونحن في رحاب ذكرى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام نتناول شبهة عقائدية نقدم لها جوابين أساسيين. والإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام إمام قد اعتنى بالإجابة على إشكالات القوم وتقديم التفسيرات العقائدية الحقة، بل لما كان الأمر يشكل على الفقهاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون منهم إلا أن يرجعوا إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان ملجأ للفقهاء والعلماء كلما أعضلت المسألة. ولذلك نريد أن نتحدث في رحاب العقيدة التي سعى الإمام الرضا لتأسيسها وتأكيدها وبنائها وإثباتها في النفوس حقا. فدعونا نطرح أولا الشبهة عند القوم، وهي شبهة تفتح باب الإلحاد عند البعض من شبهات الملحدين، ثم نطرح إجابتين أساسيتين على تلك الشبهة. الشبهة تقول بأن الناظر إلى خلق الله والكون يجد جملة من الشرور موجودة، كمثل البراكين والزلازل والسيول، وكمثل مثلا الحيوانات المفترسة التي تفترس ضعاف الحيوانات، وكمثل الكثير من الأمور التي تبدو لنا شرورا. والله يقول وما ربك بظلام للعبيد، أي أنه لا يصح أن ننسب الظلم لله، أن ننسب القبيح والشر لله عز وجل. فكيف إذن وجدت هذه الشرور في هذا الخلق وفي هذا الكون؟ نحتاج إلى تفسير هذه الشرور في الكون، وفي ذلك نقدم جوابين. الجواب الأول، ويحتاج إلى شيء من التركيز ولكنه ليس صعبا، الجواب الأول يعتمد على أن الضعف والقصور والشر الناتج في الكون ليس نتاجا لله، وإنما القصور في القابل وليس في الفاعل. وما معنى هذا الكلام؟ شنو معنى هذا الكلام؟ الفاعل أي المتصدي لإنتاج الشيء، لصنعه، لخلقه. القابل هو المخلوق أو المنتج أو المواد التي يتصرف فيها الفاعل. ولتقريب الفكرة، النجار هو الفاعل لماذا؟ على سبيل المثال الطاولة. الطاولة تشكل النتيجة والصنعة، وتشكل موادها المواد التي يستخدمها من؟ يستخدمها الفاعل. هنا لو طرحنا مثالين، مثال أول ومثال ثاني. لو جاء شخص بمواد راقية وكان النجار في غاية الدقة والإتقان، فماذا ستكون النتيجة؟ مش راح تكون النتيجة يا جماعة؟ راح تكون النتيجة والله مثلا
طاولة في غاية الإتقان وفي غاية التماسك والقوة. والله سرير، والله غرفة نوم، والله سفينة، ما دام هو ماهر قادر على إنتاج كل هاي الأشياء فإن النجار لن يعاني في المقام قصورا، وإنما ماذا؟ وإنما سينتج نوعا من الإتقان والتحفة الفنية في هذا الجانب. لكن لو جئناه بمواد ضعيفة مثل شنو؟ خشب شوية رديء، يحتاج مسامير كذا شوية ضعيفة، بينتج لنا طاولة أو لا؟ بينتج لنا طاولة، ولكن تختلف عن النوع الأول. بينتج لنا سفينة ولكن تختلف عن النوع الأول. لما تختلف؟ وش المشكلة؟ لو جاء هذا اعترض عليه قال لي أنت لفلان مسوي خش صنعة، مسوي خش سفينة، مسوي خش طاولة، مسوي خش غرفة نوم، أنا الحين تسوي لي هذا، لو أنا اعترض عليك وش بيجاوب هذا؟ بيقول العيب مو مني أنا، أنت جايب لي مواد شنو؟ رديئة. أنت جايب لي مواد لا تقبل إلا هذا المستوى. تتفكر شنو؟ أنا صنعت لك من التراب ذهب، كأنما أنا أنتجت إليك نتاج راقي بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى المواد التي أتيت بها. ولذلك أيها الأحبة ركز في المثال، مثال ربما طرحناه بس الحين بننتقل إلى مستوى أرقى. نركز في المثال على أن الضعف لم يكن ممن؟ من الفاعل، وإنما الضعف من طبيعة شنو؟ المواد اللي احنا نسميها القوابل هذه والقوالب. فالقصور الذي نتج يعني ما في تماسك، القصور من وين؟ ها، من الصانع؟ لا، وإنما من؟ من ذات القابل. كذلك المولى عز وجل لا ضعف في قوته وقدرته، فهو قادر على كل شيء. ولكن المشكلة في وين؟ مشكلة في المواد. لما أراد الله أن يخلق من النور مخلوقا وش أنتج؟ ها؟ شنو أنتج؟ أنتج ملائكة، مخلوقات في غاية الإتقان، والله اللطافة، القدرات وغير ذلك. لما أراد أن يخلق من النور مخلوقا، من النار مخلوقا، خلق ماذا؟ خلق الجن. لما أراد أن يخلق من الطين ماذا صنع؟ صنع الإنسان. الآن القصور اللي عند الإنسان وعدم التمكن من بعض الأشياء اللي يتمكنوا منها الجن، اللي يتمكنوا منها الملائكة، راجع إلى شنو؟ راجع إلى ضعف في الخالق؟ لا حاشا، وإنما راجع إلى ضعف في وين؟ في الطين. الطين هذا فيه ضعف، مثل النجار. الطين يختلف عن شنو؟ عن النار، يختلف عن النور. بطبيعة الحال هناك اختلاف، هذا الاختلاف صار موجود في المخلوق. إنزين، لما يصير المخلوق يتعرض والله إلى برودة وحرارة، هذا احنا نحس بالحرارة ونحس بالبرودة، ليش يا ربنا؟ وش يقول الله؟ هذه طبيعة موادكم، انتون المادة هذه بطبيعتها تبلى وتنتقل وتتبدل وتتغير، صح لو لا؟ المواد هذه تتغير، المواد تخضع إلى نوع من التبدل. فالعيب إنما في المادة، في القابل، وليس ضعفا في المنتج والصانع. وعلى هذا وش نفهم يا جماعة؟ نفهم
بأن الخلق يخضع إلى منتج وصانع ويخضع إلى أسباب عرضية وطولية في المخلوق في المصنوع. شلون يعني أسباب عرضية وطولية؟ مثلا الآن الشجرة فيها تسلسل، شنو التسلسل؟ تكون بذرة وبعدين شنو؟ ها؟ وبعدين شجرة وبعدين والله تنتج إليك التفاح، تسلسل طولي. في جانب التسلسل الطولي هناك أسباب عرضية. شنو هي الأسباب العرضية؟ الأسباب العرضية تربة، ساقي، هواء، شمس. الحين لو جينا إلى فلاح حاذق ذا خبرة عالية ما شاء الله، قلنا لي يلا ازرع لنا التفاح هذا الأحمر الكبير، شوف شلون وش حلاوته. قال إن شاء الله. فبذر البذور وسقى الزر، في النتيجة يوصل بالضرورة إلى ذات ذات والله مثلا التفاح الكبير، يقول يخضع إلى الظروف. شنو الظروف؟ لو ذاك اليوم مثلا على سبيل المثال هبت رياح على المحصول وهذا الرياح قوية، هذه الرياح والله أثرت في الشجر، حركت الشجر شوية جذوره ضعفت، يمكن يأثر على ضعف المحصول، صح لو لا؟ يعني بدل ما تنتج لك الشجرة ما شاء الله من التفاح بتنتج لك أقل، بدل ما تنتج الكبير بتنتج شنو؟ الصغير، عدل لو لا؟ لو التربة مثلا سقيتها بالماء وكان الماء مثلا مالح يأثر على التفاح لما يأثر؟ يأثر، كل هاي مؤثرات. هذه المؤثرات أيها الأحبة ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى المزارع. لو ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى الظروف والحيثيات، ترجع إلى الظروف والحيثيات. ولذلك لو جاءنا واحد قال أنا مريض، خلقت مريضا، أنا خلقت مريض، نقول له المشكلة، المشكلة أنت بذرتك صارت في وين؟ صارت بذرتك من هذلين الأبوين، وذلين الأبوين كانوا شنو عندهم؟ مشكلة وراثية، فبطبيعة الحال انتقل الجانب الوراثي إلى منه؟ إليك أنت، نفس البذرة مالت التفاح تماما، الله زرعها وسقاها وكبرها وعطاها كل الظروف السنعة والجيدة والملائمة، لكن المشكلة شنو؟ مشكلة في التربة، المشكلة في الرحم، مشكلة في الجنبة الوراثية. لو جيت نوع ترمت تفتو بعد، قلت تنزل شان الله ما شان الله ما خلقني، ما عطاني هالأبوين، وين بيوديك؟ بيوديك لأبوين ثانيين. بس بعدين لما يوديك لأبوين ثانيين مو تقول أنا أنبي فلان، يعني شنو؟ يعني أنت الحين رائد والميرزة، لما يشيلونك ويودونك والله إلى محمد، ها؟ بصير ويش؟ مو بصير بعد رائد، بصير واحد شنو؟ واحد ثاني آخر، بصير شخص آخر تماما، بصير والله علي ولد منو؟ ولد محمد. ليش بصير علي ولد محمد؟ خلي يوديني هناك ويبقي على شخصيتي ويبقي على تمام، ها؟ تمام هذه الشخصية الجميلة اللي أنا مقتنع فيها. يقول لا 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 لا، من يوديك ويجعلك في موضع ثاني راح تخضع إلى شنو يا جماعة الخير؟ بتخضع نفس ما قلنا إلى الأسباب الطولية والعرضية. أسباب الطولية ذاكين الأبوين مثلا والله سمران، بتصير أسمر، عدل ولا؟ والله الأسباب العرضية والله تربيتهم منفتحة، يمكن ما تصير مؤمن. والله بعد شنو مثلا؟ على دين كذا، على مذهب كذا، كل هالأمور كلها هي الأقسام والأرزاق التي وزعت ها عليك، لأنك والله رائد والميرزة، هذه الأرزاق ما بتحصلها منك، أرزاقك ها وقسمتك راح تكون شنو؟ مختلفة.
ولذلك يجب أن نتنبه بأن المسألة تخضع إلى الظروف العرضية والظروف الطولية، وليس فقط على من؟ على خلق الله. الله هو الخالق الموجد، ولكن لما يوجد يتصرف في ماذا؟ يتصرف في مواد. بتقول لا خلي يخلقنا من دون أسقام، ما نقول الله سبحانه وتعالى بعد قال هذه أسبابكم انتون اكتشفوها، انتون اللي خربطون الأمور. الله من خلق آدم وحواء خلقهم شنو؟ بأمراضهم؟ لا، ما فيهم ولا مرض. لكن وش اللي صار بعدين يا جماعة؟ صار احنا ما عندنا علم واكتشاف إلى طبيعة الخلقة التكوينية، فصار عندنا خلط واختلاط. ها اختلاط 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 اختلاط، صار والله البعض عنده ضعف جيني أو ضعف كذا، التقى مع ذاك أنتج شنو؟ أنتجكها إنسان مريض. لذلك الآن لما صرنا اكتشفنا الأسباب بشكل جيد، ها اكتشفنا الأسباب بشكل جيد، وش صارت الصنعة؟ أكثر إتقانا، صح لو لا؟ يعني اكتشفنا الأسباب التي مثلا تسبب فقر الدم، فصرنا ناخذ فحص قبل الزواج وكذا وإلى آخره، بل بعض الأشياء الوراثية الأخرى كالتشوه وإلى آخره من أمور صرنا نكتشفها، صرنا نتجنبها، واضح لو لا؟ فالله سبحانه وتعالى ها وش ينتج لنا في النتيجة بعدين؟ ينتج لنا مخلوقات تامة ما فيها مرض ولا فيها سقم. لذلك يجب أن نفهم بأن الإفاضة من قبل الله تكون تامة. الله لما يفيض علينا الإيجاد يفيضه بتمامه، يعني كامل. ولكن لما يجي للمتلقي، المتلقي هو اللي شنو؟ هو الذي يصير عنده اختلاف. مثل ويش؟ مثل المطر من السماء، لما تمطر السماء عندي احنا في نفس المنطقة ونفس المكان، نطلع المطر واحد، صح لو لا؟ لكن انت حامل ليك ظرف صغير وتم بتجمع ماي، وانا حامل لي شنو؟ ظرف كبير عندي لو لا، علشان اجمع ماي. منو بيجمع ماي اكثر؟ ها اللي يحمل الظرف الكبير، بينما اللي يحمل الظرف الصغير شوية من الماء. لذلك مو تقول أوه الله ما عطاني ما يجي هذا، والإنسان يقول الله ما عطاني. خب الله سبحانه وتعالى أفاض فيضا واحدا، ما في اختلاف، لكن الاختلاف في وينه؟ الاختلاف في القابل، في الاستعداد ومستوى القابلية يختلف. ولذلك الأمور تخضع إلى كل هذه الأمور، كل هذه الملابسات. لكن الله سبحانه وتعالى بعد عندنا رحلة تطورية تكاملية. لما نروح إلى عالم البرزخ أبداننا بتختلف، لما نروح إلى العالم الأخروي أبداننا بتختلف، بتكون أكثر لطافة ودقة ومثالية وإلى آخره. الآن هذا الجواب الأول، وجدنا في الجواب الأول بأن النواقص والنقص في المخلوقات التي تعبر عنها بالشرور ما هي إلا نتاج قصور في القابل، في الاستعدادات والقابليات. زين، الجواب الثاني أن الذي نلحظه شرا في الواقع ليس شرا، وإنما هو خير. شلون هو خير؟ لأن الأمور يجب أن تلحظ بصورة عامة، لا أن تقيس الشيء قياس جزئي، لا تقيس الشيء قياس جزئي، بل قيس قياس شنو؟ قياس كلي إلى منظومة الخلق الإلهي كله. شلون يعني؟ يعني لما نجي إلى الزلازل، لو جاءنا واحد متحجج قال الزلازل لو إيش الله جابها؟ يعني يقول لي ما هي النواة ملتهبة، نواة الأرض ملتهبة، خل الله يطفيها. زين، إذا الله طفاها وش بيصير يا جماعة؟ ها الحركة ما بتصير موجودة في الأرض. إنزين، ما هي هذه النواة من تلتهب تنتج نوعا من شنو؟ الطاقة والحركة للأرض. قال خل الله يطفيها وما نبي حركة في شنو؟ في الأرض.
يقول لي إذا ما تنبي حركة في الأرض يعني ما في ليل ولا شنو ولا نهار ولا في شتاء ولا خريف ولا صيف. هاي الفصول بعد احذفها. وإيش رأيك بعد نحذف؟ قال يلا بعد احذف الفصول ما ننبيها ما ننبيها. يقول له بعد إذا فصلنا إذا حذفنا الفصول معنى ذلك شنو يصير؟ ها يا جماعة الخير معنى ذلك يعني ها ارطب. قال ما مش عدلة للفواكه عدلة ولا فواكه اللي تعتمد على المواسم وإلى آخره كلها بتروح. أنت كإنسان حكيم تقوم تنشئ مصنع وليه مخلفات وليه شنو وليه على سبيل المثال تلويث إلى البيئة ومع ذلك نخليك ونفتح لك الاستثمار ونقول لك حياك وافتح هاي الشركة جزاك الله خير. ليش ليش؟ لأن نقيس العائد من قبل هذه الشركة وش نقول؟ بيوظف ناس ها بيحرك مال بينتج شنو بينتج مصنوعات. يعني أنت كإنسان حكيم دائما تقيس السلبيات والإيجابيات، فإذا كانت الإيجابيات أعلى من السلبيات تقبل بوجود هذا الشيء، مو تقول بندوا الشركات. زين بندنا الشركات وبندنا المصانع وحافظنا على البيئة ووقفنا السيارات و إلى آخره عشان نحافظ على البيئة، والنتيجة هالخير كله سفرات وطلعات وتنقلات وروحة وجية و إلى آخره كله يروح، كل هالخير نتنازل عنه؟ لا ما نتنازل عنه، مو كذي لا ما نتنازل عنه، دور حلول أخرى. لذلك نجد بأن قياس الشر والخير لا يقاس قياسا جزئيا بل يجب أن يقاس قياسا عاما شاملا. أنت تجد الذباب تقول الله ليش خلق الذباب، مو كذي الملحدين ليش الله خلق الذباب ليش خلق الله الذباب؟ نقول هذا الذباب والله لما يكون في بيئته الصحيحة يساهم في القضاء على شنو؟ نفايات موجودة. لا والله حين عندنا تكنولوجيا جديدة، عندك تكنولوجيا جديدة بس الله سبحانه وتعالى ما خلق الدنيا إلى سنة 2018، خلقها ها قبل القبلين، يعني أراد أن يحافظ عليها لتبقى لك. فلولا هذا الذباب ولولا وجود هذا الأسد اللي يحافظ على التوازن في الغابة ولولا وجود هذه المخلوقات إن شاء ما وصلت لنا الأرض، لفنت الأرض وذهبت صحيح لولا كانت روح. لذلك هنا يجب أن نلاحظ الأسرار، فما من مخلوق خلق على الشر المحض، ما في مخلوق يقول الفلاسفة لا يوجد مخلوقا خلق على الشر المحض بل هو مزج بين الخير و الشر. وهناك مخلوقات خلقت على الخير كالملائكة مثلا، فهنا لا يوجد مخلوق خلق على الشر المحض. حتى إبليس، إبليس عاش كم سنة وهو في الخير عدل ولا يعبد الله عز وجل، ثم انقلب وصار مخلوقا شريرا. زين الحين شر، انت تلاحظ شر إبليس نقول ما هو إبليس بعد يسوي غربلة للناس العدلين من غير العدلين عدل ولا يسوي بعد نوع من الابتلاء إليك والتدرج في الكمال، يعني في بعض الإيجابيات اللي لازم تلحظها. ولذلك أحد الحكماء ولعل هذه القصة ذكرناها كان لديه فرس خيل وكان بيته فوق الجبل، يعني يحتاج هذا الخيل من ينزل تحت ومن يصعد فوق. مرة من المرات جلس الصباح وإذا بالخيل مي موجودة، فرت هربت راحت إلى البرية. جو الناس بما أنه حكيم وأنه بعد يعني رجل القرية جو نوعا ما يعزونه، الله يخلف عليك الحين راح الفرس مالك تدخل في متاهة رجال كبير وش ينزلك وش يصعدك حركتك بتصير صعبة، شنو الحظ اللي عندك؟ يلا حظ تعيس. قال وما أدراكم أن حظي غير جيد.
وما أدراكم أن هذا الحين الحصان من طلع يعني معناته أنا في حالة من الضيق. زين نزلوا عنا، وإذا والله يومين ثلاثة، وإذا هذا الخيل جري له مجموعة من شنو؟ من الخيول البرية، جابهم ودخلهم وحظيرة هذا الحكيم، رجع قاعد. وإذا عنده خيول، شوف ستة سبعة خيول، جاء أهل القرية، الله يبارك، الله يبارك لك، زاد خيرك، شنو هذا الحين هرب وجاب لك هالخيول؟ قالوا شي مدريكم إن هذا الحين هو من الخير؟ ما ندري، الله أعلم. قالوا هذا تحيرنا وياه، يوم نعزيه ما رضى، يوم نبارك ليه بعد شنو؟ بعد ما رضى. شنو اللي صار؟ اللي صار إن واحد من أولاده حاول يروض أحد الخيول، ها؟ إنزين هذا الولد اللي عنده الشاب حاول يروض خيل، سقط من الخيل، كسرت رجله، ردوا جولي عزونه، قالوا ليه يعني بعد هذا الولد وكذي، وإن شاء الله تتعافى رجله وكذا وإلى آخره، وهذا حظك يعني هالأيام صاير تعيس بين التعاسة وبين كل ما نقول شيء يعتدل يصير عليك ضد. قالوا إيش مدريكم هذا بعد حين ولدي من طاحت وكسرت رجله، الله أعلم لعله خير. وإذا أسبوعين ثلاثة تصير حرب والدولة تقوم تلم الشباب في مثل عمري، من في مثل عمري ولده، تجي لولده وإذا هو مكسور الرجل، تقول له بعد إحنا ما يصير ناخذ واحد مكسور رجوله بعد ستة سبعة شهور، شوف كم ها، اتركوه خلوه إليه. وأولاد الناس الآخرين راحوا في الحج اللي راحوا في الحرب اللي قتل قتل وكذا وإلى آخره. يعني مسألة الشرور اللي انت تلحظها لو تكشف لك الأمور لا تكون شرور بالنتيجة، ما تكون شرور حتى في الموت. الآن قصة الخضر تعلمنا، ولد صغير شاب كذا إلى آخره، الآن جاه الخضر وقتله، وما فعل ذلك بأمره وإنما بأمر من الله عز وجل. ليش قتلته؟ قال لأن هذا إذا كبر راح يأذي منه أبويه مؤمنين ودينين وكذا، والله ببدله بيعطيهم شنو؟ ولد آخر. وهذا الولد حين مات على حسن خاتمة، فبيروح وين؟ بيروح الجنة، بخلاف لما يكبر بيروح وين؟ بيروح النار. زين كذلك قص على ذلك حياتك معيشتك، ربما لو كنت مثلا بهذا النحو أو كنت في تلك المنطقة أو كنت في هذا المكان أو إلى آخره لاختلفت حياتك الإيمانية والروحية والارتباطية وغير ذلك، كل النعم اللي انت فيها ربما تتبدل إلى شنو؟ إلى نوع من النقم الأخرى. وهذا ما يدعو له أهل البيت من عقيدة صلبة بنوها وهم آل بيت النبي محمد. هم الذين بنوا هذه العقيدة الصلبة، فلا تظنوا عندما يرجف المرجفون من أمثال الملحدين وغيره بأن والله الدين في خطورة وخطار وها يلا مثلا ها حركة إلحادية، هذه هبات وتزول، ودين الله باق والعقائد الحق باقية. وإنما لابد أن نجيب على هذه الإشكالات لكي لا ينجرف معها السفهاء أو الجهلة أو الذين لا يتمتعون بالعلم أو الذين يخدعون أو غير ذلك من أناس ربما تنطلي عليهم هذه الشبهات. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام كان له مجلس للعلم والعلماء يلتقي بهم ويجيب على الإشكالات التي ترده من المذاهب الأخرى من الأديان الأخرى، يعالج أغلب الإشكالات. ولذلك المأمون ضاق ذرعا بالإمام،
جاب على أساس يجعله ولي عهده، مشروع مو قضية سنتين أو أزيد بقليل، وإنما لسنوات، ثم يتخلص من الإمام. لكن سنتين وعجل على الإمام. ليش؟ لأن صارت الناس تأتي، والوجهاء تأتي، والتجار يأتون لا لزيارة الخليفة، وإنما لزيارة ولي عهده، لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. فكان خليفة من دون أن ينصب، بل ويخرجون ويتحدثون متى يتولى الرضا الخلافة، فإنه أحق من فلان بها. لذلك صار مجلسه مجلس الإمام عامر، ومجلسه مجلس يفتقر إلى وجود العلماء والوجهاء وغيرهم. ولذلك الإمام كان مدركا إلى مشروع المأمون تمام الإدراك. ولذا الإمام من طلع من المدينة المنورة كان ينعى نفسه، ولذلك لما أراد الخروج من المدينة المنورة جمع النسوة وقال نوح علي واندبوني. ليش؟ قال إني أخرج ولا أعود. صار يجي عند قبر رسول الله ويطلع ويرد يرجع بأبي وأمي، ذكرهم هذا الموقف بخروج جده الإمام الحسين مودعا لا إلى رجوع. قال إني أموت في بلاد غربة كجدي الإمام الحسين. لذلك مصيبة الرضا جددت أحزان أهل البيت بمصيبتهم بالإمام الحسين، كيف لا وهذا الرضا عند أخت تودعه، والحسين أيضا عنده أخت تصعد على تلك الناقة العجفاء تودعه. كذلك الإمام الرضا أخت في المدينة يتركها، والإمام الحسين يترك بنتا كانت تتمنى أن تكون مع أبيها الحسين. شوف أوجه الشبه يا مؤمن، ولكن بفوارق عظيمة، فليست مصيبة أعظم من مصيبة الحسين. مصيبة أبو السجاد أعظم من مصيبة أبو محمد الرضا. ها قارن لنا، ها بين لنا وجوه الشبهات.